الأمم. الذئب ديبالا، الجوهرة ديبالا، كيف هو الحال يا ديبالا؟ هل بإمكانك يا ديبالا؟ ديبالا سجلها، ديبالا لا يهدر، ديبالا يضعها في الشباك. ديبالا هو مدير السعادة، هو مصدر السعادة لنادي روما في هذا اللقاء. فرحة كبيرة وسعادة كبيرة، ويرسل أيضا هذه القبلة لعشاق نادي روما. الجوهرة يتقدم أولا، الجوهرة يتقدم أولا، وليتيانو روسي ما تأخروا كثير. مدير السعادة الأول، مصدر السعادة الأول في نادي روما، ديبالا ذئب روما يتقدم بأول الأهداف. 1-0 من نقطة الجزاء، فعلها الجوهرة، فعلها الجوهرة، توج الترجم من ركلة الجزاء بكل نجاح.